باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قبل أن أبدأ الاجتماع أحب أن أعزيكم جميعا في استشهاد أبنائنا الذين قتلوا في مسبير. مسافة طويلة مكشوفين أمام الناس لو معهم سلاح لرجعوا. الذين كان عددهم كبيرا قيل 24 من القتلى وأكثر من 300 من المصابين، وهذا لم يحدث من قبل. وقد نشر في الصحف، استدعب من الكلب، وقد نشر في الصحف أن تقرير الطبيب الشرعي قال إن الثلثين ماتوا بالرصاص والثلث مات مدهوسا بالعربيات. محبوبون لنا ودمهم ليس رخيصا علينا، محبتهم لله ومن محبة الله لهم سمح أن يسبقونا
إلى السماء قبلنا. ولعلهم الآن ينظرون إلينا من فوق ويصلون من أجلنا. نودعهم جميعا بصلوات جميع الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان الحاضرين معنا، وبصلواتكم جميعا. اهدأوا جميعا. ونحن نعرف تماما أن الله قد رأى كل شيء، وأن الله سيعمل حسب مشيئته الصالحة الطوبوية. أعتذر اليوم عن إجابة باقي الأسئلة، لأن اليوم ليس يوم إجابة أسئلة، وسنبدأ في المحاضرة. وأرجوكم اهدأوا جميعا. أنتم الآن في كنيسة، ويجب أن تحترموا كرامة الكنيسة التي لا يصح فيها هذه الضوضاء. بس كفاية على كده. ونحن باستمرار نلجأ إلى عدل الله، ونعطي عدله الأولوية. وأريد في هذا اليوم أن أكلمكم عن الأولوية. نحن نعيش في الكون، ولكن الله كان موجودا قبل الكون، وهو الذي أوجد الكون وخلقه. يقول الكتاب: في البدء خلق الله السماوات والكلمة. في البدء خلق الله السماوات والأرض. ويقول أيضا: في البدء كان الكلمة.
وأريد أن أنبهكم عن الفرق بين العبارتين. في البدء كان الكلمة أو كان اللوغوس في البدء، يعني في الأزل قبل الزمان. أما في البدء خلق الله السماوات والأرض، يعني في مرحلة زمنية عبر عنها بكلمة في البدء. في البدء خلق الله السماوات والأرض، واليوم الأول للخليقة يقول عنه الكتاب: وقال الله ليكن نور فكان نور، وفصل الله بين النور والظلمة، وجعل للنور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. وكلمة النور لها معنى مادي، النور الذي نراه، ولها معنى رمزي سنتكلم عنه. فمن جهة المعنى الرمزي، الله نفسه قال: أنا نور، أنا نور العالم، والذي يتبعني لا يمشي في الظلمة. وقال عن الرسل كرعاه: أنتم نور العالم.